تقول له؟ وين الورد؟ ما هو كاتبه فين؟ وين الصيغة؟ ما أدري. هذا هو موجود في كتابي. ما له شغل الصيغة وين؟ يعني وين حافظ الفلاش؟ بعضها عند أخوي بعضها. هذا هو. تجي هني طال عمرك تسوي هذا بالنص. حلو. هذا سهل قد سويت هذا. تكتب العنوان وتكتب القصيدة. كل قصيدة بصف. بس تجي طويلة ورقة بيجي طويل نفس كذا. أنت بنغالي؟ اسمعني أخي. خلني اسمع. هذا طال عمرك المكتبة راح يقول لك عطني إياهم على وورد. حلو. يجي المطبعة ويطبعها على قياس خاص اللي هو هذا. تعطيهم الكتاب هذا تقول لهم ابيهم نفس الكتاب. حلو. يقومون هم يوزعونه على نفس الكتاب هذا. طيب هذا يا طويل العمر والسلامه ما تسوي على هالبرامج، تسوي على برامج الادبي. طيب اعلمك حاجه. تفضل. هم قالوا لي ثلاث اشخاص لهم في الشغل هذا، قالوا اكتب على باوربوينت، لا تكتب على بيفور ما نبي. زين اكتب على باوربوينت. باوربوينت حطه في فلاش وعطني اياه بس. قال هذا تكتب ليش ما ادري ليش بس ابشر خلاص. طيب ليش وش المعنى؟ ما ادري وش الفرق عن ذا عن ذا؟ ما ادري انا مستغرب يعني العاده وورد يعني الشباب كلهم وورد بس مو مشكله الحين نشوف بيربورد ورقه صغير صح؟ بيربورد كبر هذا كبر هذا صح؟ لا كبر هذا وين؟ هذا بيربورد بعد اي هذا هذه ورقه اي 4 الحجم مال الورقه اي 4 الحين انت لما تسوي هني تبي تطبع راح يطبع لك على شنو؟ A4 لأنه ما عندك أوراق غير A4 في A3 A2 A1 A5 أجيب أوراق من برا. من وين راح أجيب مطبعة تطبع؟ قصدك طباعة؟ إيه هذا فهمت هذا قصدي. أنا القصد شنو؟ إنه أنت مو تكتب كل قصايدك. أنت عدلتها ويا منصور صح؟ مو تكتبها كلها؟ تحفظها. هم يأخذون الصيغة هذه وهم يحطونها على القياس المضبوط. هذا قصدي. حلو.